تقري وتعترفي أن وضع اسمك في تتر جعفر العمدة يعني لا يتناسب مع تاريخك الفني؟ آه. وافقتي ليه؟ عشان أنا مش بحب المشاكل وما بحبش أدخل في صدمات، خصوصاً لما أكون واثقة من الدور اللي أنا عاملاه وواثقة إن ربنا سبحانه وتعالى هيكلل تعبي ده بنجاح كبير. فأنا كنت واثقة جداً، فسمعت بنصيحة أستاذ محمد سامي وبعدت عن الخناقة دي وقلت له اكتبني آخر اسم، أنا موافقة. بس ما كتبش آخر اسم؟ آخر اسم في الممثلين. بالنسبة لي أنا المكان ده راضيني. طب وهل ينفع إن أحمد داش يعني يتحط اسمه قبل من فضالي من العاصي؟ والله دي حسابات إنتاجية أنا شخصياً ما بتدخلش فيها، وأنا عندي مبدأ في الموضوع ده أنا ماشية بيه طول عمري، كل واحد حر يشوف نفسه في المكان اللي يناسبه. فأنا ممكن أبقى شايفة نفسي لازم أتكتب أول اسم بعد محمد رمضان. أنت راهنتي يعني مثلاً على نجاحك؟ نعم. يعني راهنتي على نفسك؟ ترفعت عن الصغائر. ولا أنت قلتي أعمل الدور ويمكن أكسب فيه الجمهور أكتر ومش مهم بقى موضوع الأسامي؟ وده الحقيقي، أنا فعلا عملت كده وما حبيتش أدخل في معركة خسرانة. أنا ما بحبش أدخل في معارك خسرانة أبدا، وما حبش أصغر من نفسي. بس الناس شايفة إن محمد سامي إدالك فرصة ما كنتيش تحلمي بيها. ومال؟ وقلتي كمان الناس ما عرفتكيش في الشارع غير من تامر وشوقية وجعفر العمدة. حقيقي؟ لا، مش ما عرفتنيش في الشارع، ما شفتش رد فعل الجمهور ده معايا بالنجاح الكبير الساحق ده غير مرتين في حياتي، في تامر وشوقية وفي جعفر العمدة. وعشان برضو ما بخس بحق مسلسل عزيز جدا على قلبي اللعبة طبعا، لأن أنا سعيدة بأن أنا جزء من اللعبة. طيب واللعبة إيه؟ على فكرة رجع لي جمهوري الأطفال اللي أنا طول عمري بحب أن ده يكون جمهوري. طيب أنت من بين تامر وشوقية لحد جعفر العمدة ملكة الساب بتعمل إيه؟ لا، عملت حاجات كتيرة الحمد لله، في حاجات منها نجحت وفي حاجات الحظ ما كانش حليفي. ليه ما حققوش نجاح؟ والله يعني بصي هقولك على حاجة، اللي بينجح النجاح الكبير بتاع تامر وشوقية مثلا ما بيرضهوش أي نجاح. يعني ممكن في حاجات أبقى أنا شايفها ما نجحتش الجمهور يبقى شايفها نجحت، لكن أنا دايما ببص على النجاح الكبير قوي لأن أنا طول عمري متعودة عليه. تقري وتعترفي إن زينة ما كانتش على وفاق قوي مع كل أبطال المسلسل؟ مش حقيقي. مشاكل في الكواليس؟ مش حقيقي خالص، مش حقيقي. أمال الكلام اللي بيتقال ده إيه؟ كل الكلام اللي تقال في موضوع زينة ده كله إشاعات. ما كانش يعني زينة مش متخانقة مع محمد سامي، مش عاجبها وضعها؟ لا خالص، ما حصلش خناقة. مفيش دخان من غير نار. يعني زينة مفيش أي خلاف بينها وبين محمد سامي؟ لا مفيش خلاف بين زينة ومحمد. ولا البطلات اللي كانوا معاها؟ ما حصلش، والله العظيم ما حصل أي خلاف بين زينة وبين أي حد في المسلسل، عشان بس حرام يعني دي إشاعات بتتقال مش حقيقية.